بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في المكتبة السمعية لمسجد عمر بن الخطاب، هذا المسجد المجاور لساحة الاعتصام في مدينة المنصورة. هذا المسجد يعني تم الدخول فيه بطريقة إجرامية، تم الدخول عبر إطلاق الرصاص على يعني أحد الأقفال واقتحام المسجد بطريقة يعني إجرامية غير متوقعة، وتم العبث ب يعني محتويات المكتبة السمعية. أخذ الكمبيوتر والجهاز الامبليفاير وكذلك النسخة، أشرطة ونسخة سيديات وشاشة، وأخذت ثلاث مكيفات. حتى مصلى النساء لم يسلم من أولئك العدوانيين المعتدين على حرمات الله عز وجل. سرق المكيف، مكيف مصلى النساء، أخذت حتى السماعة للمصليات للمصلين، أخذت هذه السماعة في مصلى النساء. الطريقة كما رأيتم يعني عبث، وكل هذا بوجود الأمن المركزي. أنا أحمل الأمن المركزي المسؤولية الأولى والكبرى في اعتدائهم على محتويات المسجد. إذا كان الأمر مسألة اعتصام أو غير ذلك فهذا يتعلق بالمعتصمين، أما إذا كان المسألة متعلقة بشيء من المسجد فالحمد لله المسجد مفتوح لكل الناس، ولا نستطيع أن نغلق المساجد أمام الناس. فالذي حدث صراحة شيء لا يوصف، شيء ما توقعنا أبدا في بلدنا هذه، ما قد توقعنا أنه يعتدى على مسجد ويؤخذ ممتلكاته. إضافة إلى ذلك ممكن أقول لكم هذا دقيق لأسرة محتاجة، كان معنا ده قطمة سكر وقطمة رز ودباب زيت، أخذ الزيت والسكر والأرز وما بقي إلا هذا الدقيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فندين ما حصل ونستنكر ونحث السلطات العليا أن تتخذ الجانب، وإلا حقيقة يعني تكون المسألة عبء على المسالمين وعبء على الناس، فيعود الأمر كما نعرف في كل مرة أن المعتصمين هم الذين أخذوا هذه الأشياء. وأنا قد دخلت إلى هذا المكان قبل هذا الوقت أثناء وجود قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي موجودين، ودخلت بي يعني في حضورهم واستذكرت أمام هذا الكلام، وقالوا بكل برود: لسنا نحن الذين قمنا بهذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.